مرحبا بكم عشاق المعرفة على قناتكم دهاليز. حلقة اليوم سنرى فيها شخصية الرجل الألفا. رجل ألفا هو شخصية تتميز بقوتها وتأثيرها على من حولها. الرجل الألفا يضرب له 1000 حساب، يضرب له الجميع 1000 حساب عندما يتكلمون معه، لعظمته في نفوس من حوله وهيبته. يلجأ له الآخرون عندما يحسون بالشدائد لرزانته وحكمته. غالباً ما يكون صامتاً في معظم حالاته، ولكنه إذا تكلم يصمت الجميع ولو لم يسمع صوته. كيف تكون رجلاً ألفا؟ هذه أهم صفات شخصية الرجل الألفا إذا كنت تتمنى أن تحذو حذوه وتتصف بصفاته. 1- كن صامتاً حتى ترى أن ما ستنطق به له ضرورة، فلا تتكلم إلا عند الضرورة. 2- لا تضحك بقهقهة، ولكن ابتسم إذا رأيت ما يضحك الآخرين، لأن الرجل الألفا لا يضحك لكل شيء، وخاصة من الأمور التي يرى أنه ليس لها أي أهمية. 3- كن قوياً، ولكن ليس المقصود هنا بالقوة الجسدية، فالرجل الألفا لا يجعل خصمه يصل للعنف الجسدي، ولكن كن قوياً في إنهاء أي مشكلة صادفتك بالكلام فقط. 4- احرص على الابتعاد عن أي مشاكل، لكن تذكر أن تقف مع من يلجأ لك من أصدقائك أو أقربائك، وكذلك إذا ما واجهتهم أي مشاكل وادعمهم، فالرجل الألفا عندما يذكر اسمه في أي مشاكل يعمل له الجميع 1000 حساب لحسن صفاته وأخلاقه. 5- أمسك لسانك ولا تشتكي إلا لله، ولا تسعى لكي يشفق عليك أحد أو يراك أحد مظلوماً، فالناس جميعاً في مركب واحد. 6- احرص على الابتعاد عن الناس، واعلم أنه حتماً سيصيبك الخطأ كلما تواجدت بينهم، وتذكر أن من صفات رجل الألفا التواجد وحده والانعزال مع الاستمتاع بذلك، لأنه بذلك يجد وقتاً للتفكر والاسترخاء والتخطيط لحياته ولما هو آت. 7- لا تلتفت للمشتتات من حولك أثناء فعلك لشيء ما، ولا لأي أحد مهما أصدر من ضجة ليعيقك عن هدفك الأساسي. 8- عامل الجميع بأخلاق حسنة رغم صرامتك وشدتك، فالرجل الألفا يجعل من الصعب إمساك كذبة عليه مهما حدث. لا تخف إلا من الله، لا تكذب ولا تسرق ولا تنافق. 9- احرص على أن تكون محبوباً بين الجميع رغم تعاملك القليل مع الآخرين، فتلك الفئة القليلة القريبة منك كفيلة بالحديث عنك للآخرين. 10- لا تجالس النساء كثيراً حتى لا تقلد تصرفاتهن. 11- كن مسؤولاً عن كل قراراتك واعترف بأخطائك. كن حذراً قبل أي تصرف، لأن تصرفاتك تدل على داخلك.